شايف ان القيادة السياسية يعني في ضوء همومها الكثيرة رأت ان الدور القوى الناعمة ودور الدراما مهم جدا، ويمكن اللي عملناه من خلال مسلسل الاختيار او الممر او هجمة مرتدة او بتاع كابل القاهرة كابل، كل الحاجات دي كان ليها تأثير كبير جدا جدا جدا. والرئيس يعني لما بيوجه بان الملفات دي تتفتح اكتر وتبقى فيها اعمال وطنيه اكبر واعمال تحكي تاريخنا اكبر واعمال كبيره وتتصدى الدوله لهذه الاعمال، فنان فرد في المجتمع حقه زي ناس كثيره جدا. لكن سياده الرئيس لما بيؤمر بعلاج حد ده تكريم لمشوار او تكريم لرحله عطاء. سياده الرئيس عايز يقول له ان هناك من يقدرك، الدوله تقدرك، القضيه مش قضيه فلوس، القضيه قضيه ان سؤال سياده الرئيس بنفسه وحرصه واهتمامه وتكليف السيدة معالي الدكتورة وزيرة الصحة بمتابعة الحالات دي ده تكريم، يعني مش حكاية فلوس.